مشاهدينا الآن راح نتكلموا على تقنية من تقنيات المساعدة على الإنجاب ولا لابروكرياسيون ميديكالمون أسيستي. هذه التقنية هي التلقيح الاصطناعي المجهري ولا لافيف. كنت طرحت عليه أسئلة عدة، اليوم راح نحاولوا نجاوبوها مع طبيبتنا، طبيبة أمراض والنساء والتوليد واستشارية في العقم دكتور أولى ساب جهرة. اهلا بك دكتور اولى ساب. اهلا بك دكتور لايسمك. دكتور اولى ساب، حنايا يعني وصلتنا العديد من الاسئله حول هذا الموضوع بالذات لافيف، حابين نفهموه لهم تري تري بيان. حنايا رانا حابين يعني كبدايه انك تفهميهم واش معناتها لافيف ولا التلقيح الاصطناعي المجهري ببساطه. نعم، كنا ديجا تطرقنا على درنا حصه درنا فيها التلقيح الاصطناعي لانسيميناسيون، انه نديروا حقن المني داخل الرحم. التلقيح المجهري انه نديروا التلقيح ليس نورمالمون في الطبيعي يصرى في القنوات فالوب، كوم هناك مشاكل اللي تخلي النطفه والبويضه ما يتلاقاوش في القناه فالوب، حنا هاد ليتاب برك اللي نديروها خارج المخبأ، يعني التلقيح فقط اللي يصرى خارج الجسم المراه، نجيبوا البويضه نسحبوا البويضات من عند المراه ونجيبوا النطفه بعد لو ركوي ونلقحوا البويضه ونخلوا الجنين يتكون الى 3 ايام حتى 5 ايام، ثم اون في لو ترانسفير يعني نديروا ارجاع الجنين داخل الرحم. يعني سي اون ايتاب برك في تكون الجنين اللي تصرى خارج الجسم. وشنو هو الحالات يعني كيما يقول لك لي كوبل ليزانديكاسيون، اسكو هل يكون بروبليم من الزوج ولا من الزوجه ولا هما لي دو؟ يعني هما وقتاش نروحوا نديروا التلقيح، وفي التلقيح باش نفهم التلقيح كاين هناك التلقيح الكلاسيكي لافيف كلاسيك وكاينه ليكسي يعني التلقيح المجهري. لافيف واش نديروا؟ يعني نروح نجيبوا البويضات من الخارج نسحبوهم من عند المراه ونجيبوا النطاف ونخليوهم وحدهم يتلقحوا، يعني النطفه لا ميور نطفا يعني الميور سبرماتوزويد اللي يروح يلقح البويضه، هذا التلقيح الكلاسيكي لافيف كلاسيك. اما التلقيح المجهري حنا نجيبوا النطفه وندخلوها داخل البويضه، سي بور سا اون ابل سا المجهري، باسكو حنا راح نديروهم سو ميكروسكوب نلقحوا النطفه والبويضه. هنا عندها لي زانديكاسيون تاعها، الى فيف كلاسيك عندها لي زانديكاسيون تاعها. وقتاش نروحوا للتلقيح؟ نروحوا للتلقيح اذا درنا كما قلنا لانسيميناسيون 3 فوا 4 فوا، يعني درنا التلقيح الموضعي 3 فوا 4 فوا وما كانش الاصطناعي البسيط يعني بسيط، خلاص نروحوا للتلقيح. كون عندنا هناك انسداد في قنوات فالوب، يعني لي دو ترومب راهم بوشي، يعني امبوسيبل حتى تلاقى البويضه مع النطفه. كي تكون عندنا بطانه الرحم المهاجره تكون ديجا ستاد 3 ستاد 4، يعني مشات في الدرجه تاعها ولات سيفير 3 4. كي يكون عندنا المخزون تاع البيض بدا ينقص، يعني اكبر حاجه يعني اللي تخلينا نروحوا نجريو رابيدمون للتلقيح اون فادير التلقيح لافيف كلاسيك وبيان ليكسي ولا المجهري، انه المخزون تاع البيض كيبدا ينقص، يعني سي اورجون يلفو كون فاسي رابيدمون اون غروسيس. كي يكون لا فام كي ديباس لي 36 37 38 وما لقيناش المشكل تاع الاخر لي زانفيرتيليتي انكسبليكي كي ديباس لي 5 ولاج تاع لا فام كي بوس اوسي، يعني هي ما عندهاش مشكل، الزوج ما عندوش مشكل بصح ما يقدروش يجيبوا الراري. لي زانفيرتيليتي ليكسبليكي يعني اللي ما عندهمش اسباب، يعني علميا فقط مازال ما لحقش هو سبب كاين، مي باغفوا علميا ما اكتشفوش، مع الوقت رانا نكتشفوا حوايج اللي كانوا قبل ما عندهمش اسباب دوكا ولينا نكتشفوهم. هادو ما عند المراه، اما عند الرجل هي كيكون عنده نقص الحركه، نقص العدد، تشوهات ولا يكون عنده انعدام النطاف في المني. انعدام النطاف في المني يعني سوا عنده ازوسبيرمي، وفي الازوسبيرمي هذه عندها انواع، كاينه الازوسبيرمي سيكريتوار يعني الغده المام الخصيه المام راهي تعبانه تخرج شويه نطاف، والنطاف راهم محطوطين راهم داخل الخصيه يعني ستوكي لا كونتيتي يعني با تري امبورطونت باش يقدروا يخرجوا داخل المني. هنا نروحوا نديروا عمد ان بيوبسي، يعني نفتحوا الخصيه ونجبدوا هذوك النطاف ونخليوهم باش نديروا بهم عمليه التلقيح. ولا كاين انسداد عنده شاتلو انفيكسيون صاتلو انسداد في لي كانو ديفيرون، هادوما صاتلو انسداد يعني النطاف راهم ساكن محطوطين في الخصيه راهم ستوكي مي بوف با يخرجوش، مي با دو شيروجي بور ديبوشي هاد نسرحوا هادوك العروق، يا با دو شيروجي، يا في دي شيروجي مي لي شيروجي هادوك كاع ايزون با دوني دو سوليسيون، لا سوليسيون سي لا فيف كوم سي اكسيسيبل دوكا نقدروا نديروها وتقنيات سهله، نروحوا نفتحوا كيفاش كيف الخصيه ونجبدوا. يعني هادوما لي دو فريمون عند الرجل نقص الحركه
ضعف ونقص العدد والتشوهات ولا انعدام الانف. جوستومون كنت جبتي لنا دي بلونش دكتور ولا سب، كان حابين نوضحوا هذا يعني لافيف لافيف كومون اون لافيف، يعني كيفاش تقنيه لافيف. هي لافيف بعد لازمتنا ان بيلون، يعني ان بيلون تحاليل للمراه وللزوج، سورتو تاع ان بيلون انفيكسيون باش نتاكدوا بلي ما عندهمش سيدا، ما عندهمش ليباتيت، ما عندهمش الانفيكسيون، باسكو هاد المشاكل تاع السيدا والخو يمنعوا يعني ينقصونا في نسبه النجاح بزاف. يعني لازم تاكدوا بلي الكوبل ما عنده اوكين انفيكسيون. تجينا المراه في ايمه الدوره اليوم الثاني ولا الثالث، نبداو تنشيط البويضات، باسكو في لافيف لازمتنا اكبر عدد من البيض نحيه من جسم المراه، باسكو العدد تاع البيض تاع المراه هو اللي حيحد لي يحدد لي نسب النجاح. سي بور سا قلت لك كيكون عندي المخزون ناقص يكون نسبه النجاح ناقصه. الفو با نخلي المراه حتى تكبر ولا ينقص المخزون باش نبدا لها لافيف. كل ما تكون صغيره كل ما يكون عندها البيض، كل ما راح تكبر يكون عندي بزاف لي زومبريون يفورس النجاح. تجي عندي في لو دوزيام جور لا ثوازيام جور ديغيك نبداو لها لي انجيكسيون تشكك الهرمونات باش نكبروا اكبر عدد من البويضات، وفيها ليكوغرافي اوسي نديروا لها في اليوم الثاني ولا الثالث باش نتاكدوا بلي راه المخزون تاعها مليح والبيض تاعها كافي، يعني وما عندها كافي وما عندهاش انكيس يمنع لي نبدا الاخر. تبدا لو تريتمون تاعها بوندون 5 جور باغ اكزومبل، من بعد لو بروميي كونترول كيف كيف نديروا لها تحاليل ونديروا ليكوغرافي ونخلوا ونتبعوا ايكوغرافيكمون حتى يكبروا لي البويضات. كي يكبروا لي البويضات ويلحقوا لا تاي تاعهم سوفيزونت، يعني 20 ملم 19 ملم وعندي العدد اكثر من 10 بويضات، نروح ندير عمليه السحب. عمليه السحب هذه تصرى سوز انستيزي جينيرال، يعني ماشي انستيزيون فادير جينيرال، ان بوتيت سيداسيون، يعني المراه شويه نقدوها شويه باسكو هي عمليه تنصرى من المهبل، يعني نديروها من طريق المهبل ومؤلمه قليلا، يعني ومع المراه تكون سي وتقلقين الفوكون لا سيدا تان تي بو، ونحيو نروحو نجبدو هذوك البويضات نجبدوهم بارفو فاجينال، نحيو هذو البويضات. كي نحيو البويضات يكون الزوج في نفس الوقت اعطانا عينه من السبرم ونجبدو النطاف، وهنا البويضات نجبدوهم فوالا ونحطوهم دون دي بوات، وتصرى هنايا عمليه التلقيح. هذا نهضر على التلقيح المجهري. نجيبو النطفه، هاي ليك نطفه في هذا الانبوب الصغير، نجيبوها وندخلوها داخل البويضه. هذه ليكسي، اما لافيف نجيبوا البويضات ونجيبوا النطاف ونخلوهم كيف كيف. مي هذه ليكسي لافيف كلاسيك، يعني ماشي سايتي ابوندوني اون لافي بلو، باسكو نربح الوقت ناكدوا باللي صح البويضه لقحناها، سورتو كي يكون عندي العدد قليل ولا تاع البويضات ما نخليهمش هكذاك، نلقحهم باش يكون عندي فوالا. نلقحوهم بلا فوالا بليكسي، يدخلوا هنا نديروا ان تيوب هنايا وندخلوا فيه لو سبيرم، وسا التير با دو تو ني لا كاليتي تاع البويضه ني كاليتي تاع ني لا كاليتي تاع النطفه. ومن بعد نستناو حتى يسرى اندماج النواتي وانقسام الخلايا حتى يتكون عندي ان بيبي ثوازيام جور. كاين دي كريتير مورفولوجيك، يعني نعرفوا اسكو هذا البيبي مليح، يكون عدد على حسب واش شفنا في المجهر نعرفوا. كي يكون عندي باغ اكزومبل او ثوازيام جور بويضه كيما هكذا ما انقسمتش، نعرفوا بلي ما صراش الانقسام وما صارش الانكمام. بصح كي نشوف عندي هكذا في ست خلايا، نحسبوا 1 2 3 4 5 6 ست خلايا 8 خلايا، نعرفوا بلي سيت ان بيبي ا بوتونسيال ميتوتيك كوريكت وان بوتونسيال جينيتيك كوريكت. هنايا حتى لو ثوازيام جور، اون بو يالي حتى لو سانكيام جور. ومن بعد لو مومون دو ترونسفير، فوالا لو مومون دو ترونسفير، وقتاش نرجعوا للجنين؟ هذه سهله، نيسيسيت با اون انستيزي، ما تسحقش اون سيداسيون، نرجعوها كيما براتيكمون عمليه الحقن المني هذاك، سي حاجه عاديه، نحطو دون ان كاتيتير، نجبدو البويضه، نجبدوه في الكاتيتير، ونحطوه داخل يكون هنايا داخل الولد. ونستنوا موراها نكملوا الادويه حاجه قليله، يعني التعشيش وتعشيش على 15 جوغ ابخي نديروا البيتا سي جي، نعرفوا باش نشوفوا اسكو راهي بالحمل ولا لا. وهذا لي اوسي لو ترونسفير الفو كي سوا ايكو غيدي، يعني يكون بليكوغرافي، كنا درناه بليكوغرافي. جوستومون دكتور ولا سب باغابور لهذا ابخي لا فيف، واش لازم دير المراه باش زعما تحافظ على هي المراه؟ شوف لازم تعيش حياه عاديه، حياه عاديه ما تقلقش وايتو هي لا يعني جوست ابخي درتي نهار لاخر رجعتي لها. جوست ابخي اون جينيرال اوروبو او موان دي ميور ابخي
نص ساعه باش ما يتحركش عندي الجنين ولا يعني هي ما يتحركش ماشي قضيه جاذبيه. ما لازمش يعني تطلب استشفاء ولا لا لا لا, لا تطلب استشفاء لو ترانسفير ني سيداسيون ني اوسبيتاليزاسيون تكمل الدواء تاعها ترجع تعيش في الدار حاجه عيا كاينه. ما ديرش اغي دو ترافاي اذا كانت تخدم ولا هي 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 في الحقيقه انا ما نسيت با اغي ترافاي اي كوم سي دي كوبل يعني هما اون جينيرال سي دي كوبل ستريسي و سي دي انفيرتيليتي طولوا سي دي كوبل عندهم بزاف مشاكل نخلوهم بسيشيكمون يريحوا بسيشيكمون تقعد في الدار تريح. كاينه اطعمه ما تاكلهاش حاجه سخونه حاجه اللي تقدر دير لي كونتراكسيون باغ اكزومبل لا كانيل التمر حاجه اللي كي بروفوك لي كونتراكسيون اون ايفيت تو سكي شو تو سكي شو لي تيزان شوت سي تو ومن بعد ال روبرون 5ايام جور باسكو ما قلناش بزاف دكتور ولا سيب اون دو 3 petite question il faut juste citer d'accord نسبه النجاح تاع لا فيف نسبه النجاح تاع لا فيف سي اونتر 35 و 40%. Très bien. Alors, سؤال تاع دكتور حيرش. Justement, est-ce que الأطفال هذوما سي أيدي كيما يقول لك أطفال نورمو؟ عادي. وي هما هي كيما فهمتكم هي عملية التلقيح اللي تصرى خارج برك فقط عملية التلقيح تصرى خارج الجسم من بعد التلقيح نرجعوا بيبي نورمال هو أطفال أكثر من العادي. سي دي زونفون تري انتيليجون. إي جوستومون باردون اسمه لي مانيبيلاسيون هذوك ما يتسدوش الخلايا. لا مانيبيلاسيون أن نو توش غيان أن نو شونج غيان دو تو. يعطيك صح. دكتور ولا سب باختصار من فضلك اسكو نقدروا نخيروا جنس الجنين في هذه الحاله؟ هي هنايا هنا عندنا في الجزائر نخيروا الجنس ماشي مسموحه ما نقدروش نحدوا مي في بعض الدول نقدروا نديروها هنايا في بلادنا مازال ماشي مسموح. شكرا. يعطيك الصحه دكتور ولا سب على كل هالتوضيحات. الاكيد انه كل يعني الازواج اللي شافوا دركا ويكونوا يعانيوا من مشكل تاع لانفيرتيليتي يعني فهموا كيفاش لا فيف فوالا وشفنا بلي لا فيف نقدروا نديروها ويكون الاطفال يكونوا عاديين اي تو سا وتقدر تمارس حياتها ويكون عندها بيبي والحمد لله. ميرسي بوكو دكتور ولا سيف ان شاء الله نتلاقاو في الاعداد القادمه يا رب.